السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هانتر من قناة هانتر 33. شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم أقدم لكم فيديو جديد عن لعبة GTA 5 أونلاين، وهي مواصفات وخصائص السيارة الجديدة اللي نزلت دوك أوف ديث أو دوق الموت، وهل تستحق الشراء أو لا. طبعا السيارة راح نشوفها وموجودة بموقع وارستوك كيجان كارلي، وسعرها كاري كيجان كاري، سعرها تقريبا 665 دولار. راح نطلب السيارة، طلبناها، راح نستنظر ما تجي، راح اقطع الفيديو ما تجي. طبعا سيارة حلوة جميلة وكلاسيكية. طبعا ورا ما وصلت السيارة نشوفها، هاي السيارة سودة مبينة مدرعة، عفوا. خلينا نشوفها من الدواخل. طبعا الدواخل حلوة وخرافية طبعا، لان سيارة كلاسيكية بمعنى الكلمة، فشي خرافي وكلاسيكي. خلينا نغير الكاميرا. ومنها طبعا خصائص هاي السيارة، سيارة مدرعة وتقدر تشيل شخص، مو اكثر، شخصين عفوا، تقدر تشيل شخصين، وسرعتها القصوى 120 ميل بالساعة، يعني تقريبا 193 كيلومتر بالساعة. وهنا راح نروح شو نسوي، نروح نعدل السيارة او نجنبزها بالعراقي، نجمس السيارة او ندلع السيارة. بلوس سانتوس كوستومز انطب بلوس سانتوس. What can the best mechanic in LS do for you? وهنا انطب، خلينا نشوف، نعدل السيارة ونبدأ من الارمور او الدرع. أعطيها فول درع ما يهم 30,000 دولار. من هالبريك نسوي بريك مع سباقات أو رايس بريكس، أحسن شيء، راح يكلف 7,000 دولار. وراح نعدل المحرك، حنسوي ليفل 4، أحسن شيء. احنا صارفين، هي فاتحة وخسرانة. ما نقولها بالعراقي، ما راح نحتاج هاي اكسبلوش. راح نسوي الهورن، راح نسوي مع شرطة، احسن، يعجبني. كلف 3,000 دولار. واللايت راح نسوي زينون حتى الليل ننقلبه نهار. خلينا نشوف النيون شلون راح، ليش ماكو الوان نيون؟ دقيقة خلينا نشوف نيون لاي اوت. اوكي اوكي، راح نسوي النيون من كل الجهات، احسن. طبعا ماكو غير الوان للنيون، بس هذا اللون. هذا مع الليلين هو اصلا موجودة بالسيارات. راح احاول نختار لون يعجبنا. طبعا الكروم مقفول عندي، لازم افوز 36 سباق. صراحة انا ما مهتم بالسباقات هواية. نختار لون عفوا، هذا اللون يعجبني، هذا اللون الاحمر. بس خلينا نختار، شوف لون بركي، لون احلى، نلقي لون احلى. دارك بلو اربعه ديامونت، خلينا نشوف. هذا اللون حلو، بس هم ندور، خلينا نشوف الالوان كلها حتى نختار لون يستحق هذا السيارة. طبعا هذا اللون فات كلش حلو، واين ريد، بس مقفول عندي، ما راح اهتم. راح اختار اي لون حتى ما اطول عليكم واضوجكم.
راح اختار هذا اللون اعتقد، هذا او هذا الريد احسن، هذا اللون هذا احمر او مثل ما نقول دم الغزال بالعراقي. احنا هذا البرايمري اللون الاصلي، راح ناخذ اللون الثاني سكندري كولر، راح نختار من ميتاليك، راح نشوف لون الاخ الاحمر دوم يقعد ويا الاصفر حلو او الاسود، بس راح اختار اعتقد الاصفر لان احب اللون الاصفر اكثر شي. يلو رايس، رايس يلو، راح اختار الاصفر الاحتيالي. اوكي حتى ما اطول عليكم اختار الاصفر احسن شي، شوية وسواس باختيار الالوان حتى من اروح اشتري هدوم شوية وهوس. سسبشنز 4400 دولار، خلينا نضيفه. هنا الجير او الترانسميشنز اخذ اكثر شي اغلى شي. هنا التوربو، توربو تيونينج كم 30 دولار. راح تختار التايرات او العجلات، راح اختار ستوك ويلز، او الاحسن ارجع للتايرات الاصلية خليها هي احلى بلون الاصفر، واذا عجبني انا اعدلها بغير ما اكره. شنو ما رد ابيعها. منا نطلع من لوس سانتوس، خلينا نجرب السيارة ونشوفها. التعديل تقريبا التعديل يكلف من 125,000 دولار الى 200,000 دولار حسب انت التعديل المؤقت منه، يريد يعدل على راحته والالوان تختلف والاسعار كلها تختلف. طبعا اكثر شيء اكو 30,000 دولار واكو 4,000 دولار، انت حسب ما تريد او حسب فلوسك او حسب الذوق اللي انت تريده كيفك، بأي وقت تقدر تعدلها. خلينا نشوفها بالليل منا، نشوفها اللايتات كلش حلوة طبعا، يعني نشوف اللايتات ترمش، وهنا الاجكتورات فوقها تقلبها نهار خاصة بالفول لايت. هنا طبعا سيارة سريعة مثل ما قلت لكم 120 ميل بالساعة، 193 كيلومتر بالساعة تقريبا شوية ازيد. طبعا السيارة تبلغ سرعة القصوى تقريبا 6.2 أو 3 ورا ما تعدلها، ورا ما زيد التوربو وزيد الشغلات والتعديل والجنبوز هاكي. وهاي السيارة هل تستحق الشراء او ما تستحق تبقى عندك انت، ما دام شفت المواصفات وشفت خصائص السيارة بعد تبقى عندك تشتريها وما تشتريها انت تعرف. وبنهاية الفيديو اتمنى انكم استفادتوا منه، ولا تنسون تدعموني بلايك او بشير وسبسكرايب، تشتركون بقناتي، واي استفسار عندك تسألني بالتعليقات. كان معكم هانتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.